ومن أغرب ما قرأت عن عبد الله بن عباس ما حدث معه حين وفاته، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ولا يدرى من تلاها. السلام عليكم ورحمة الله. حظي ابن عباس بمنزلة عالية عند المسلمين، خاصة عند الصحابة والتابعين، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعد من أهل البيت وأحد صغار الصحابة، ورأى جبريل مرتين، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالحكمة مرتين، وأجلسه في حجره ومسح على رأسه ودعا له بالعلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتفقه وفهم تأويل القرآن قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودعا له بعلم القرآن والحكمة أيضا وقال: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة. كما أثنى العديد من الصحابة على عبد الله بن عباس، فكان عمر رضي الله عنه إذا ذكره قال: ذلك فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وقال عنه عبد الله بن مسعود: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقال عنه سعد بن أبي وقاص: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا أكبر لبا ولا أكثر عقلا ولا أوسع حلما من ابن عباس. ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات وحوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فيتحدث ابن عباس ولا يجاوز عمر قوله. وقال عنه ابن عمر: هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد. وعن محمد بن الحنفية أنه كبر على ابن عباس أربعا عند وفاته وقال: هلك رباني هذه الأمة. ومن أغرب ما قرأت عن عبد الله بن عباس ما حدث معه حين وفاته، فعن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف فشهدت جنازته، فجاء طير لم يرى على خلقته ودخل في نعشه، فنظرنا وتأملنا هل يخرج، فلم يرى أنه خرج من نعشه. فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ولا يدرى من تلاها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.